تجنب الأشخاص السلبيين الذين يشعرون طاقات سلبية على من حولهم. عشان يكون يومك سعيد لازم تكون نشيط وما أخذ كفايتك من النوم. أكثر روتين ومساعدة الآخرين في عملي. فكر بإيجابية. فضل قدامي عافية. ابتسامك وجه الآخرين تخليك سعيد في العمل. سامي خيرك اتسعت في عملك. خدمة الآخرين والإحسان إليهم رضا وسعادة من الرحمن. ارضى بنفسك وطورها في نفس الوقت. تذكر القناعة كنز لا يفنى. أكون سعيدة لما أجي الصباح ألاقي كل الموظفين موجودين من غير أي غياب. سعادتي في العمل الجماعي.